ايه؟ في ايه مات؟ في ايه يا بنت مالك؟ الله الله ايه يا كريمه؟ كريمه بقى بس يا كريمه الله في ايه يا بنت؟ في ايه؟ الفانيلا الحملات الرهيبه دي مش رهيبه دي جل دي حلوه قوي شكرا انت هتكلم بابا امتى؟ ليه وعايز فانيلات؟ لا لا طب بص اديله رنه وهو هيتصل بيك اه رنه عارف انا موضوع رنه ده بقول لك ايه يا كريمه؟ نعم انت ما بتزهقيش هو انت شايفني وحشه؟ هو انا بس اللي شايف كده؟ طبعا ما انت لازم تقعد مع الرقاصه دلوقتي انا اللي طلعت وحشه احترمي نفسك الشغل بتاع الرقاصه والحانوتي على الكمبيوتر هنا انقليه على ديسك وابعتيه المطبعه وقول لهم ان احنا مستعجلين عليه فاهمه ولا مش فاهمه؟ حاضر اوعي ماشي يا رشدي اشوف انا ولا الرقاص دلوقتي فضحتنا بقت بجلاجل في البلد كلها يا ادهم بيه حضرتك ليك منافسين كتير اكيد حد فيهم عرف موضوع انخفاض المبيعات راح مسربه ما هو ده اللي مجنني الغسالات ما بتتباعش ليه الناس بطلت تنضف يا ادهم بيه انخفاض المبيعات في حاله وجود منافس جديد وبسعر ارخص شيء طبيعي جدا عشان كده انا عندي اقتراح احنا نصرف اكتر في الدعايه نصرف ده بيقول لي نصرف يا نط يا استاذ انا بدفع لشركتك 150,000 جنيه في السنه في السنه 150,000 جنيه وجاي دلوقتي يقول لي اصرف تاني يا ادهم بيه ده المنافس بيدفع فوق المليون ملي ماشي يا نط الغاب ماشي يا لطفي يلا يلا ماشي يا لطفي يلا مع ألف سلامة ألف ليه؟ ليه التبذير بتاعك ده ألف؟ يلا في داهية يلا 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 بقى خليك غرقان في خسارتك حاسب على الشاي بتاعك قبل ما تمشي وانتوا كمان كل واحد فيكم يحاسب على الشاي بتاعه قبل ما يمشي ايه يا واد؟ مالك مبلم لي كده ليه؟ يا نهار ابوك اسود ايوه ايوه عم حامد مالك في ايه انت عيان ولا ايه انا رشدي مش فاكرني ولا ايه يا عم حامد عم حامد مالك بقى انا الموت على اي حق موتوه هو ايه اللي حصل بقى يا سيدي كهربا اخر الاحزان حزنوه لا 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 ايوه حصل انا المعلم اجاني على سنه وقمح خلتني ركاسه مصر الاولى ها حصل ده انا ما كنت تحط هنا متينه وسواريه هو انت بقى بتاع الموت علينا حق شوف شغلك هنا اشوفك في الاخره بقى اضربك فين؟ مفيش في وشك مكان! يا عم اضرب وانت هتركن! اديني عينك الشمال يالا! بس للدرجة دي الرقصة والحانوتي شبه بعض قوي كده عشان تتلخبط ما بينهم؟ بس لا يا اخي انا بجد وحقيقي مش عارف المصيبة دي حصلت ازاي؟ معلش معلش تلاقي بس السهر والإراق خلاك اتلخبطت وبدلت الصور. المهم فين الشغل يا عم انت؟ قدامك يا عم على الكمبيوتر. حلو قوي! تسلم دماغك اي خدمه يا عم ودول يا سيدي 200 جنيه بقول لك ايه يا سموحه ما تشوف لي عميل من العملاء الكبار بتوعك يظبطنا في اي مبلغ كده في شغل حلو ولا حاجه لحسن حاله مقشفره بدل التنقيط ده يا ابني مفيش احلى من الشغل اللي بجيبه لك ده الشغل مع الناس الكبار ده وجع دماغ يا سيدي اهو اجرب انت حر هديك عنوان زبون اسمه ادهم الشاذلي زبون 100 100 ليه قصة كده بحكيها لك بعدين بس اوعى تقول انك من طرفي عيب يا عم هو انا عيل اقول انك من طرفي ربنا يكرمك يا سموحه يا اصيل يا رجوله تاخد بقى ايه بقى اللي انت بتعمله ده يا اخي مش عارف التلفزيون ده كان بيجيب القناه الاولى حاولت اجيب له الثانيه مش عايز الزر ضيق شويه يا ابني ارمي الزباله ده زباله طب بيجيب الجزيره ده جزيره اه جزيره ايه جزيره الذهب اللي قدام الناحيه الثانيه خلص البنت خليها تتنال الزف حاضر يا ستي هي بتتجوز ولا بتولد ايه في ايه يا جمعه
ايه القلق ده؟ ايه الزحمة دي؟ ده فرح ولا ايه؟ عروسة دي؟ اه يا اخويا عروسة، امال جاموسة؟ طب بالراحة شوية يا ستي، ألف مبروك على الجاموسة. يلا يا جمعة خلصت؟ خلاص خلاص شطبنا، اتفضلي. يلا يا بت تمام يا زلمة. بس يا سيدي مش عارف اجمع قرشين انكس بيهم البيت اللي هيقع على دماغي ده. يا عم ولا تضايق نفسك، انت مش قلت لي ان انت لسه واخد 200 جنيه من سامح الزفت ده؟ اه اديهم لي اديهم لي اديهم لي اديهم لي ليه؟ هات بس انا هخلص لك موضوع البيت ده. بيت ايه اللي هتنكسه ب 200 جنيه؟ اسمع كلام صاحبك مره واحده، اسبق ان انت على البيت وانا هجيب الناس واجيلك. انت متاكد ان الناس دول كويسين؟ دول 200 جنيه. ما تقلقش يا عم، مفيش حد هينكس لك البيت غيري. يا غبي حبيبي. ايوه ايه رايك بقى؟ هنقضي ليله زي الفل. خش إيه خش. ايه ده؟ انا قلت لك عايز انكس البيت مش انكسه. ايه ده يا عم؟ عادي مفيش فرق ما بين انكسه وانكسه، هو انا مهندس؟ وبعدين انا قلت انكسه لك ب 200 جنيه بس، دي خدت 100 ودي خدت 100. طب والقزعه دي تاخد 100 ليه؟ الاطوال ما تفرقش في الحاجات دي، دي من شارع الهرم ودي من اول فيصل. اتفرج بص شايف النسوان عامله ازاي؟ انت جايب لي ازازه وكوبايه وتقول لي عليهم نسوان؟ لو مالكش في الطول خليك مع القصيرين. انت تخرسي خالص. اسكتي امشي امشي امشي، انزلي تحت وقفي تحت السلم. امشي جمعة لو سمحت، ماشي الناس دي حالا حالا. يلا قصيت النهارده. راح فين انت؟ امشي وقف هناك امشي. مالكش في طيب نصيب. عارف يا اخويا امشي. مبسوط مبسوط يا زفت؟ طيرت ال 200 جنيه اللي انا لسه واخدهم من سامح. سامح ده بيسرق افكارك بملايين. والسامح ده اللي انت روحت اديت له فكره مشروع التخرج وخد امتياز زيه زيك، بس شوف دلوقتي هو بقى فين وانت فين. عايز نعمل ايه يعني؟ انا عايزك تبقى طيب يا رشدي زي ما انت، بس ما تبقاش اهبل. دي ارزاق يا جمعه. وبعدين خلاص يا عم هو ردها لي، دليني على زبون عنده شغل كتير جدا وايده فرطه. هعدي. اه طب لو عديته بعدي عليا بقى. ماشي ان شاء الله. بقول لك ايه، انا عايزك تقول لي على محل من المحلات اللي انت بتجيب منهم لوتو الشيك بتاعتك دي. عليكوا على ابو نسمه تحت الكوبري بولا ابو العيله. لا لا انا عايز حاجه في الرخيص، يعني لو في حاجه فوق الكوبري شغال. ايه ده؟ 200 جنيه هيرجعوا هيرجعوا. خدمة؟ انا كلمت وخدت ميعاد مع ادهم بيه. مين حضرتك؟ انا مدي لحضرتك الكارت بتاعي مش نقطه تقريها. طب معلش انا اسفه قوي، حضرتك روح عند الانسه غاده. حصل خير حصل خير. صباح الخير. ايه مفيش منديل لو سمحتي بس امسح النضاره، اصلا مستورده مش من هنا. شكرا. انت ازاي تقفل حسابي في البنك من غير ما تقول لي؟ ومن هنا ورايح مفيش فلوس غير اللي انا حديها لك، وما تعطلنيش انا مش فاضي. يا بابا شركه الاتصالات هتطرح اسهم اكتئاب جديد، عارف يعني ايه اكتئاب؟ عارف يعني اكتئاب هيجيلي عشان هتعوزي فلوس كتير. انا فعلا محتاجه فلوس كتير عشان اعوض خساره. بس يلا يا زفت انت كمان. ايوه انا كنت بغسل المواعين. هم 100 جنيه مفيش غيرهم. ومفيش عربية بعد كده. هات يا بنتي مفيش عربية. ايه يا بابا دي امي كانت جايبها لي. امك كانت بتسرق مني فلوس بعد ما نام. انا امي كانت جايبها لي. امي يا نهاري كسود ومنيل. سجاير؟ يحصلي السجاير كمان؟ دي مش بتاعتي، دي بتاعت سالي، كانت هنا امبارح ونسيتها وانا شلتها عشان ابقى اديها لها. سالي؟ انت فاهم ان انا مش هعرف؟ هعرف هعرف كل حاجة ومفيش ولا مليم بعد كده. هات يا المفاتيح. يلا انت ايه اللي خلاك تدور انت كمان؟ هلا سيب شرب بنزين وخلاص. انا ركبت. يلا يلا غوري من هنا. لندن استراليا وطوكيو ونيويورك. ليه مش حاطين توقيت الشرابيه يعني؟ ده الشرابيه دي فيها شغل كده بس اللي يلاحق. يلا جرحت الشنطه. ابعتي لي سالي بسرعه يا غاده. حاضر يا فندم. مين ده يا غاده؟ ده ادهم بيه. طب يبقى سلمي لي عليه بقى. السلام عليكم. رايح فين؟ ها قلت اقف شويه. في ايه يا انت؟ هو انا سرقت حاجه ولا ايه؟ شش ولا كلمه. تعالي قولي ها 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 ها.
دي ضربة فسيخة الصبح. ايه ده؟ على مو انا ظلمتك، ما هو صاحبتك بتشرب سجاير وملزقها فيكي. الاستاذ ده عايز حضرتك. عاوز ايه ده اخر؟ رشدي يا باظة، وده عاوز ايه؟ جاي يدور على سامي جمال هنا؟ انا مش فاضي. بس بيقول انا عايزك في شغل. خليه يدخل وانت لم حاجتك بسرعة. يلا اتفضل. انا؟ ايوه انت. دوري جيت. سيبي انا داخل. يا رب يا ساتر. بره! انت بره! ده انت مجنون! قال كل نفسك قبل ما حد ياكل. مجنون انت، اطلع بره! انت كده بتخسرني يا سيدي. ده انت خسرتك مكسب. بره! بره! اسمع بس، انا عايز اقولك ايه تاني. هو كان في اولاني. قلت بره. طب ماشي، حاضر حاضر. بص، خد الكارت بتاعي معاك، خليه معاك. احتياط احتياط. حاضر يا سيدي. رشدي يا باظة، زكي روسو، اتفضل بره. هاتولي بتوع الامن. انا مش حرامي عشان تطلب لي الامن. تطلب لي الامن ليه؟ انا عندي شركه زي زيك بالظبط. زي انا يا حقير يا واطي. طب وليه قلت قلت ايه؟ قلت ايه يا انت؟ قلت قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ اصبر، مش لاقي غير قله الادب. قلت 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 تصدق ملهاش. شفت حاجه تحير؟ ليه بقى قله الادب دي؟ خدوه بره. لا خدوه بره. انا اما وريتك والصغير يصير ويكبر يا ادب، يعني هو مفيش خيرك في السوق. ماشي، انا هربيه. انا اتقطع الكارت بتاعي يا ادم. انتوا واقفين تتفرجوا، شوفوا شغلكم. يلا، وانت عاوزه ايه؟ عاوزه ايه؟ على مكتبك. اتفضلي اتفضلي. حاجه غريبه. قلت لك سامع ده هيضيعك. قلت لي هعدي هعدي. اديك ضيعت فلوسك واشتريت بدله ألاجة وجزمه قيمه وشطه ما حصلتش عشان تروح تتدرب بيهم. امال يعني كنت عايزنا نضرب كاجوال؟ ايوه بس انت اتضربت جامد قوي. دي البدله تربدت. بس ورحمه ابويا وامي ما هسكت. هتعمل ايه يا مجنون؟ هشتري بدله غيرها. طب بقول لك ايه، خد اطلع عندي فوق وشوف لك هدمه كده حلوه البسها عشان النهارده هسهرك سهره جديده عليك. طب تعمل ايه؟ ها، عايز اشوف قفايا متسرح ولا لا. ايه ده حبيبي يا اخي؟ ايه ده يا جماعه، احنا هنسهر هنا؟ اه يا عم، دي فسحه خمس نجوم، ما تقلقش، دول كلهم حبايبي واصحاب. حبيبي الله ابو جمعه. صباح الفل. المعلم مشمش. والله انت كويس، ده اوانه. رشدي مش اوانه. خد يا عم تقطع الحجر ده وما لكمش دعوه بالحجر ده. انا هوصلكوا على الشاي. اتفضل. انت لابس احلى بدله عندي، خد بالك منها بقى يا عم. ما تخافش، ده الواحد كان دافن نفسه بالحياه. بقول لك ايه صحيح، هو المعلم مشمش ده نشاطه ايه؟ مخدرات. طب والصبح؟ مخدرات. الله، يعني ساب شغله ومتفرغ للمخدرات. كنت شفت. ايه ده؟ مخدرات ده يا راجل. حبيبي مساء الفل. مساء الاشتاء يا معلم. مين؟ احسن حاجه في الحشيش ده ان ما فيهوش بذر. بذر ايه؟ هو انا قلت بذر؟ اه. طب خلاص يا جماعه ما تاخذنيش، انا اول مره اشرب خمره. خمره ايه ده؟ صاحبك ده بقى هيروح في دايه. اه انا صحيح يا معلم مشمش، انت ما عرفتناش على الكابتن ده. ده جاد بتاع الفول. لا، بتاع الطعميه. طعميه؟ هو انا قلت طعميه؟ اه. يبقى انا قلت بذر. يبقى شهاده لله ولا مش شهاده لله؟ تمام. منور يا عم جاد. الله ينور عليك. مين ده؟ سالي، انت ازاي جايك لو سايباني في المصيبه اللي انا فيها دي؟ في ايه؟ في ايه؟ مصيبه ايه؟ طنط، ازيك يا طنط؟ ازيك يا حبيبتي؟ لسه جايبه هدوم من اوبن دي، اتجنن. تعالي استني مفرجك عليها. هو في حد بيهرب من اهله دلوقتي؟ دي كانت موضه وبتل. خلاص مش طايقه، ده خد مني الموبايل والعربيه ومش عايز نلعب في البورصه وضربني. ما خلاص بقى يا ملك، يا ملك عايز انام. بقالك ساعه بتحكي لي باباكي عمل ايه. يا ولاد صباح على خير. انت الاهل يا ماما. انا فكرت
في حكايه كده هتخلي ابويا يلف حوالين نفسه واخد اللي انا عايزاه واشتري في الاكتتاب واعوض خسارتي. ولازم تساعديني، انا هقعد عندك يومين. حكايه؟ هو انا ناقصه حكايات يا ملك؟ عايزه ايه بالظبط؟ هقول لك، هو اخوكي فين؟ في نبطشيه. طب وفين موبايلك؟ في الشنطه. ايه بتقولي ايه؟ اتخطفت يعني ايه؟ بابا انا بكلمك من وراه، ده ماسك مسدس. بابا اوعى تبلغ البوليس لحسن يعملوا فيا حاجه. مسدس؟ ملك مين ده؟ ملك مين اللي خطفك؟ يا بنتي اهدي شويه قولي لي. شوفي انا عامل فيه ايه؟ الحاج يا بابا. اسمه ايه؟ اسمه ايه الكلب ده؟ بس يا بابا. اي في ايه يا جدع؟ مش عارف يا عم، الدكة دي زي ما يكون فيها خازوق. خازوق؟ اه. وريني. وريك ايه يا عم انت؟ خلاص مفيش حاجة. بتوريني يا جدع؟ مفيهاش حاجة، احنا اخوات يا عم. هو الحاجات دي فيها اخوات؟ خلاص يا عم ورينه يا عم. كبسة يا معلم. كبسة يا معلم. ايه؟ كبسة؟ كبسة يعني ايه؟ خلاص مالك في ايه؟ ده انت مع المعلم مشمش اللي عمره ما اتمسك في حياته ابدا. انت من عليك سايكو ولا ايه؟ مين فيكم بقى صاحب القهوه دي؟ المعلم جد. الله، هو اختفى وراح في ايه؟ المعلم جد ايه؟ بطل تواضع بقى. المعلم مش هو صاحب الغرزه دي يا باشا. غرزه ايه يا عم انت؟ ده صابون ثقافي. صابون ثقافي؟ فين الحشيش؟ المعلم مش تاجر مخدرات، هو اللي عارف الحشيش فين. طلع الحشيش يا معلم. ما اطلع ايه؟ ما انا ايه ده بس، وما تخافش، حاول تفتكر فين الحشيش. مش هيفتكر. فتشوا الغرزه بقى. اخلص انت، فتش الغرزه بقى. ما لقيناش حاجه يا فندم. ايه؟ بصيت تحت الكنبه دي؟ طيب بصيت يا فندم. مالكش دعوه بيه، كلمني انا. انا الضابط. مفيش حاجه خالص يا فندم. الحمد لله يا معلم. مش افتكر الحشيش فين بدل ما يقبضوا عليك. ما تصدقوش يا سعاده الباشا، ده دماغه مخروشه وانا بعالجه. مخروشه؟ ماشي يا معلم. مش الجيات اكتر. يلا. وانت من قال يا باشا؟ كده الناس تمشي كده من غير كوبايه شاي ولا يلاقوا حشيش؟ عافيك. اهدى يا معلم، عدت على خير. مصر هي امي، دلها هو دمي، فتحت صهاري شتى ودمي، عدلوا دمي. ايه الجنان اللي انت عملتيه ده؟ ازاي تدبست الراجل معاكي كده؟ انا اتزنقت بقى. وبعدين يطلع مين سروش دي قبضه ده اللي انت شايله كارته في شنطتها؟ يا سلام، ده واحد جه لابوكي النهارده الشغل وابوكي بهدله وطرده. ايه يعني ابويا عارفه؟ ايوه. هو احنا يعني اتفقنا انك تقولي اسماء؟ خلاص مش مهم بقى. مش مهم ازاي؟ ما هو بابا ممكن يتصل بيه ويساله، الموضوع كله يتعرف. مليني نمرته، مليها لي. الو. ايوه انا رشدي اباظه. فندم شغل دلوقتي؟ لا الحقيقة أصل أنا مسطول دلوقتي. مشغول دلوقتي. طيب حاضر. ربعاية وأكون عندكم. أيوه عارف المكان، عارف. ماشي سلام. ولا جمعة جالي شغل يالا. المكان ده وشه حلو عليا. أشوفك بكرة. سلام حبيبي. مساء الخير. رشدي؟ أيوه. أباظة؟ فعلا. ايه ده؟ مش انت اللي كنت في الشركه السوق؟ الله، واضح ان الموضوع اعجاب بقى ولا ايه؟ انت مش كنت تقولي انك معجبه؟ وبعدين هنعمل ايه في المصيبه دي دلوقتي؟ بس نوصل الاول، وبعدين انا عندي ترتيب كويس. ممكن اعرف انا فين وانت عايزه مني ايه؟ طيب ممكن تهدى بس شويه؟ انت شايفاني مجنون وبكسر في البيت. اسكت بقى، اسكت لغايه لما نعرف هنعمل بيك ايه. هو انا وقعت في عربيتك؟ ده انت اللي خطفاني. بس بس بس
مين دي؟ مين دي؟ خدت منه الموبايل وقفلته. انتوا خاطفيني عشان تتكلموا في الموبايل؟ نابوكوا على شونه ما فيهوش رصيد. احنا محتاجين لك في مساله انسانيه. وايه علاقه السكينه بالانسان؟